بيكم من جديد واهم واخر الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه في فقرتنا عالم تويتر. اول خبر معانا من حساب مانشستر سيتي، واللي بيداعب جمهور الفريق بعد احراز اثنين من مدافعينه هما ستونز ودياز لهدفي الفوز على ويست هام يونايتد بصوره بتوضح الحيره بين لعبهم في مراكز الدفاع للحفاظ على الشباك نظيفه او لعبهم في الهجوم للمنافسه في سباق الحذاء الذهبي. بصراحة حق السيتي وجمهوره يفرح بالثنائي الدفاعي الأقوى في العالم دلوقتي. ونروح لتاني خبر من يلا كورة. الأناكوندا لديكم لا خوف عليكم. مصطفى محمد أصبح ثالث هداف جالاتا سراي هذا الموسم بعد ما باي دياني 9 أهداف ويونس بالهندة 8 أهداف في كل البطولات بوصوله للهدف السادس في 6 مباريات فقط. بصراحة ربنا يحفظك من الغرور يا مصطفى ونشوفك في دوري أكبر الموسم الجاي. الخبر الجاي معانا من صحيفة دسن. تشيلسي نجم نيوكاسل قال سبب طريف جدا يمنعه من انه يكون لاعب في ليدز يونايتد. تشيلسي قال ان اللاعب في ليدز هيخليه يجري طول الماتش بدون فايدة او هدف واضح، وده بسبب فلسفة المدير الفني الارجنتيني مارسيلو بيلزا اللي انتقد كتير من المتابعين اسلوبه بسبب اعتماده بشكل مبالغ فيه على الفلسفة والافكار المعقدة. شيلفي أضاف أنه تواصل مع بعض أصدقائه في ليدز واللي برروا جريهم بدون فايدة حسب وصفه بسبب اضطرارهم للالتزام بتعليمات المدرب. ونروح للموقع الرسمي لأوبتا جوزي. برشلونة أصابوا العارضة 18 مرة خارج ملعبهم في جميع البطولات الموسم ده، أكتر من أي فريق في الدوريات الأوروبية الكبرى. بصراحة دول لو بينشنوا على العارضة مش هيجيبوا فيها كده. آخر خبر معنا من الموقع الرسمي لإيطاليان فوتبول تي في. متبقي عام آخر في عقده، حصل يوفنتوس على توقيعه للفوز بدوري الأبطال لكن نتائجهم ساءت منذ وصوله. كانوا سيحصلون على الدوري الإيطالي بدونه، كان مشروع خاطئ. أنطونيو كاسانو عن رونالدو مع يوفنتوس. كاسانو بيهاجم رونالدو، يا ترى رونالدو هيسكت؟ ودي كانت أهم أخبارنا في عالم تويتر من برنامجكم أوضة اللبس.